على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا زدنا ولا تنقصنا من الخيرات، اللهم لا تحرمنا من رضوانك، اللهم لا تغيبنا عن حضرتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، أعينكم ببعض آيات كريمة حتى تنشوا أنفسكم من براثن الشيطان الذي يعيدكم الفقر ويأمركم بالجبن وخيانة الأوطان. مثلا في سورة آل عمران عليهم السلام، آية 155: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. كلام واضح. يقول بروح وطني لابد أن يبدأ بتحليل نفسه هل هو من آل الرحمن أو من آل الشيطان، لأنه الرحمن يريد بك خيرا وينصرك في أحوالك، أما الشيطان يستغلك ويستغل ماضيك وأجرامك. احذروا، وهذا أقصد به الشعوب التي تدعي الإسلام، لستم من الإسلام إلا في قليل وفي قليل عدد، لأنه العياذ بالله استولى عليكم الشيطان فأنشاكم ذكر الله. وليتوا تدعون الإسلام بالباطل القبيح الذي لا يسحبه خلق الكريم. إذا ربي سبحانه وتعالى قال لك لابد في فترة باش الشعوب تتصادف فيما بينها. هل الآن الشعوب التي في منطقة الإسلام بين ظفرين، هل هي فعلا شعوب صالحة للذود عن حرمات الأوطان أم لا؟ وكلكم تعرفوا اللي عادة في الزمان هذا لا وجود لهؤلاء الذين ما لا يقوموا بواجبهم الدفاعي حتى لا يستغلهم المستغلون. احنا لم نخرج بعد من الاستعمار، خرجنا في الظهر من استعمار من مباشر ودخلنا في استعمار غير مباشر اخطر من الاول. اذا لابد ان الناس اللي تحتوي نفسها والانهار كل ما يسحقوا وتحدوا بالوطنية لابد ان يخرجوا من نفاقهم ومن هذيانهم وشدوا الطريق الوطنية ليؤمنون بها. اذا كان شدوا الطريق الوطنية ولم يفهموا اللي لا وطنية بدون اسلام وبدون إيمان وبدون إحسان. والقرآن واضح، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذا لو تحقق في أي مكان تو، لو الوطنيين هذوما يواجهوا الاستعمار اللي في داخلهم واللي يهدد فيهم من الخارج، لو يواجهوا يولونها الأدبار. يعني مش مأليم، يوم تضربوا على حرمة الإسلام، وما تضربوا على الدفاع عن كيانهم وعن حريتهم وعن مكاسب متى. لحد الآن بعض الجيوش من ممكن فيها الأمل، أما لا جيوش ولا شعوب الآن هي مآلة ترمي العدوان إلى البعيد عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما قالش كل، لو كان ربي مش حاسبنا على كل خطايانا حرجة. هون في الآية الأخيرة في سورة بدر تلفت النظر إلى الخطر اللي إحنا عليه، يعني ما فماش واحد يدب على الأرض اليوم إلا قليل منا،
اللي هو فعلا يعشمر الله ويقدره حق قدره ويخشاه ويشكره ويلتزم بأوامره وينتهي عند نواهيه قليل جدا من الناس. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولو كان العفو يقول لك عفرة ويقول خيانة رانا ماشي تخسر إلى الأرض وتسقط علينا السماء كسبا ويلعننا اللعين والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا حاولوا كلمة صحيحة يا ناس وطنيين أمنوا صح بربكم قبل ما تمنوا بالوطنية. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كفروا بنعمة الله مش لازم تجدوا بكلمة الكفر كبرتم أي غطيتم نعمة التوحيد ونعمة النعم الأخرى ظاهر وباطن وماذا تبقى لكم بعد الكفر إلا كما تقول المستقبل المشؤوم إلا أن تتوب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا الجماعة اللي ما يحبوش الأمة في الصمود وجه الزحف العدواني هؤلاء هم أخطر الناس وهم الطابور الخامس. أنا ممكن الطابور الخامس جد بالنظر إلى بعض الجيوش التي فيها جماعة سرية تخدم ضد من دور هذا الجيش. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا الأرض وهم دراسات الطابور الخامس ماذا أراكم الله مكروه. يعني والعياذ بالله إذا كان تحبوا الأوطان تخرب هو وقت اللي يخلي أهلك تلك الأوطان النمو والتغول في هؤلاء الشرذمة من المفسدين في الأرض. يا أيها الذين آمنوا وإحنا العالم العربي من الآن بهذا عيون عربية وعيون غربية وشرقية ضد مصالح الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فعلا يعني حتى واحد ملوش معلومة يقدم تن ويتحسر كذا ضاعت منه فرصة كان في باله يضرب ما بقي من الأمة من أحرار وحرائر يضربهم وينتهي منهم. فإذا به كما وقع في مصر فإذا به جاء ما لم يكن حسبك. لهذا بدأت الجماعة المسلمة الحقيقية تشتد عدوى وبدأت منا تستأسد على عدويا وبدأت الأحرار في الجيش بدأتهم يخدموا كلمتهم بسحب بعض الأسلحة وتوزيعها للأبطال. وفعلا هذا دك حصول جيش فاسد يا أخي القمع والعياذ بالله. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إذا كان الناس رغبة في الحياة هذا حقهم. أما إذا كان الإنساء من يسوق الحياة ومن يحكم بالموت فهذه الطامة الكبرى. إذا يا ناس فيكم أراكم أموات غير أحياء المعظم المتعب وأراكم خباكم هارمين الموت وأنتم أموات حيث يكون في تنقل وفي لا مبالاة بالنسبة لمصيركم. إحنا أهل القرآن نحذر من النهايات الكريهة النهايات المحتومة التي لا ظلم فيها من لدن الله. ونزيد نعاونكم باش تنظروا للقرآن أكثر نعاونكم ببعض آيات كذلك ما تهتموا بنفس الموضوع. مثلا بعد ما رينا آل عمران عليهم السلام نأخذ من سورة النساء آية 72 وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. والآية 73 يأتي بصورة أخرى وإن أصابهم فضل من الله لا يقولن شو الناس تمشي مع الريح لا يقولن كأنه هذا كثير في رأومة العرب هلاش أصابهم الكرم لأنهم يعرفوش منها حدودهم. الناس من تعجلها وتقول بالقبيلة
وتقول بالعائلة وتقول بالمصالح وتقول بالشبكات وتنسى يا ربي هو الذي سيعاتب هو الذي سيجازي سواء كان بالخير أو بالشر. وإلا إن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا من يجيكم أنا لكن أرتي ذوقوا المرارة ولا تكادون تستسيغونها لكن فاتكم الفوز لأنكم أنتم اخترتوا سبيل الشيطان وأنتم من أحزاب الشيطان. أما أحزاب الرحمن فهم كلا ومنصورون من لدن الرحمن سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم آية 15 و16 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم هناك من مرة ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ننتقل إلى سورة التوبة. لا يستأذنك الذين يؤمنون أو براءة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم. إحنا عندنا هذا وجودهم دائما موجود حتى قيام الساعة. الزياد ناظم على هؤلاء الصفوة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إحنا ما ننقصش سبيل روحنا. الله عليم بالمتقين ونعم الشاهد ونعم العالم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الدنيا سقط. اسمع لي يحبوا يتبرؤوا من الصدام مع الاعداء. يعني ناس قال لك احنا مش نوليو ناس مضطرين وناس ارهابيين. شكون قال لك اللي الارهاب مش لازم في الاسلام؟ الاسلام نوليو من عادانا. انا دي تيروريست اون فاس دي تيروريست. وتيروريزي لي تيروريست. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويحلفون بالله إنهم لمنكم ما هم منكم ولكثير من الناس ليسوا منا ولا يفقهوا شيء من الإسلام ولا يفهمون وكذا مش يميزوا كرعهم وبوعهم. هذه المصيبة اللي خلات الأمة العربية والأمة الإسلامية لحد الآن لم تقرع حتى في المجد اللي هو كان على يد نبينا عليه الصلاة والسلام. لا شك فيه مهما شكك فيه المشككون. ويعرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. هذا شفناه قبل. نسال الله السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.